النهاردة الحلقة ازاي داري المنطقة دي كلها بالطرح الصغيرة العادية جدا. كتير مننا وزنه بيزيد فالقميص من فوق ما بيبقاش مقفول كويس، او لو حد يعني خلف وبقى عنده اطفال وبقى مش عايز يبقى قافل المنطقة اللي من فوق دي كويس، او لو حد قرر يطول الطرحة بس لسه ما اشتراش طرح كبيرة. الحلقة دي علشانكم. اول حاجة انا ما بستخدمش دبابيس خالص في كل الطرح بتاعتي عشان بحافظ عليها ومش ببقى عايزاها تتخرم. بستخدم نوعين بس، يا اما المغناطيك الحاجة اللي بتبقى زي المغناطيس عشان يمسك طرفين ببعض، او بستخدم اللي زي المشبك اللي بيبقى فيه كورتين بيض من فوق كده عشان ما يعورش او ما يأذيش. الاثنين دول بس، ما بستخدمش اي دبابيس تانية الا نادر جدا، وبيبقى دبوس واحد بس. من ضمن الاسباب اللي بتخليني احب اداري الجزء القدام، لو انا عندي بلوزة ديكولتي بتاعها واسع او سبعة من قدام، او سابرينا ولابسة تحتها تلبيسة او توب او بادي، او زي اللي انا لابساه ده النهاردة، شكله وحش جدا فصلة اللون، فلازم اداريه بالطرحة عشان يبقى شكل الطقم كله متناسق ولايق على بعضه. اول حاجة بحاول اخلي الطرحة طرف منها اطول من التاني بفرق بسيط، وبعدين بجيب الدبوس زي المشبك بثبته وببتدي اظبط الطرحه عشان ما تكلكعش لما الفها حوالين رقبتي. بلفها مره واحده بس وبنقي الطرفين واشبكهم بالدبوس المغناطيك وبظبط الطرحه وخلصت. تاني طرحه بحاول اخلي طرف طويل وطرف قصير عشان يعمل مثلث كده من قدامه، وبثبته بالدبوس اللي زي المشبك، وبعدين بظبط الطرحه على وشي وبلف باقي الطرحه حوالين رقبتي، وكده بيبقى عندي نص قدام ونص تاني من ورا عامل مثلث برضو او عامل شريط طويل كده، فدي بتداري ورا وقدام. تالت واحدة بعمل مثلث برضو من قدام بس مش من تحت زي الطرحة اللي فاتت، لا من فوق، طرف قصير وطرف طويل، وبلف الطرف الطويل من تحت الطرف القصير وبمسك اخر طرف كل مثلث فيهم وبربطه من ورا او بشبكه بالمغناطيك، فبيعمل لي مثلثين كده من قدام بيكبر الطرحة وبيخليها دبل من قدام. اما عن رابع طرحة دي بقى، لو عندك طرحة المربعة العادية خالص بتلفيها اللفة اللي انت متعودة عليها، بنظبطها من قدام وبعدين نحط دبوس المشبك من النص وبنمسك الطرفين ونلفهم ونربطهم كويس ورا، ما بنسيبش بقى الشكل ده كده، نتأكد مفيش اي كلكعة. دي سكارف مقفولة بنلبسها وممكن نسيبها طويلة كده لو الشكل اللبس يسمح، او بلفها مرتين، مرة حوالين رقبتي ومرة أوسع شوية، وبعد أحاول أظبطها عشان ما تبينش أي حاجة من البادي اللي تحت، فيبقى شكلها كأنها قطعة من الطرحة أو إكسسوار. أما عن خامس لفة بقى، فأنتي بتظبطي الطرحة وتخلي الطرفين قد بعض بالظبط وبتظبطيها على وشك، وبعدين تجيبي الدبوس المشبك تظبطيها من النص وتشبكيها وتمسكيها كويس وتلفيها من ورا وتربطيها ربطة واحدة، وبتجيبي أي طرحة عندك منقوشة وتحطيها زي سكارف كده من قدام. سادس لفة شبه خامس لفة، مفيش فرق كبير، الفرق الوحيد ان السكارف التانية اللي بتجيبيها بتعملي منها طرف قصير وطرف طويل وتحاولي تعملي بيها مثلث اللي كنا عملناه من قدام، وبتجيبي الطرفين بتوع الطرحة اللي كنا حاطينهم ورا ترجعيهم كده قدام وتداريهم، وتسيبي الطرف الاخير من الطرحة الطويل ورا زي الشال. في الاخر حابه اقول لكم، في مواقف كتير بنتعرض لها بنبقى لازم نتصرف، الجيش قال لك اتصرف، فلازم تتصرفي بالمتاح. الطرح الصغيره ينفع يتعمل بيها شقلبازات كتيره جدا. ما تستغنوش عن حاجاتكم حتى لو خدتوا قرار تطوروا الحجاب بتاعكم، او ما تستغنوش عن هدومكم، لو انتوا زدتوا شويه هترجعوا تخسوا تاني، في حلول بديله لغايه ما نرجع للوضع الاساسي بتاعنا. اكتبوا لي في الكومنت لو في اي طريقه انا قلتها النهارده عجبتكم او حسيت ان انتوا استفدتوا منها، ولو في اي طريقه انتوا بتعملوها انا ما قلتهاش يا ريت تكتبوا لي عشان انا كمان استفيد منها.